بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيباركوا لي العيد، تنقول لهم شكرا جزيلا وتنقول لهم بارك عيدكم. اليوم قريت آخر وصفة حطيتها ديال القبول، هو ان شاء الله غادي نقول لكم. الناس اللي في الدول العربية ما فهموش اللهجة ديالي، هادوك الوصفة هي ديال العيد الكبير، على اساس اننا غادي نقطعوهم وغادي نكرموهم في الظل، غادي نيبسوهم في الظل وغادي نحطو فيهم كاع الحاجات الزوينة، المسك، اي حاجة زوينة فيها قبول غادي نحطوها ان شاء الله فيها. ولكن غادي نكرموهم، نحطو فيهم قطعة ذهب، ومن بعد قطعة ذهب إذا كانت عندك، ما كانتش بلاش. نحطو فيهم خزامة، قرنفل، العود، نحطو فيهم أي حاجة طيبة معاهم ونهزوهم معانا. هما صريرة صريرة ديال القبول. ان شاء الله بحول الله. انا وضحت لكم دابا باش ما نبقاش نعاود، وراح حطيت لكم في التعليقات بانها صريره ديال القبول. اذا ترشوها بالريحه، اي حاجه طيبه زوينه عندكم حطوها فيها. بحول الله وقوتي. اليوم غادي نحط واحد الوصفه. اخر تعليق قريته، واحد السيده قالت لك عندها مشكل ان راجلها بغى يطلقها، تتحرشوا مرت خوه، ولكن قالت لك عايشه في العذاب، تتكتب لي انها تتبكي، وانا ما كنتش صافي، وقفت الخدمه بانني ما نحط والو، ولكن مصوره ديجا فيديوهات كنت غادي نحطهم، ولكن ما كنتش غادي نحط هذا الفيديو على حسب الطلب. انا انسانه وتنحس بكل وحده اللي معايا في القناه. اذا هذه الوصفه غنحطها تحت الطلب، اللي بغى يستفيد منها مرحبا به، ولكن هي مقصوده لواحد الشخص. المرأة اخر تعليق حطاته لي، قالت لي انا تنكتب لك وانا تنبكي، اشنو واقع وشنو واقع. راه نتوما دخلوا لاخر فيديو عندي هو ديال القبول، وتقراو التعليق ديالها. طلبوا لها ان شاء الله انها تكون بخير وعلى خير وبصحه جيده، احنا اسره واحده، علاش لا نكونوا اللي بغينا نكونوا فرحانين، تبغينا كاع الناس يكونوا فرحانين. ان شاء الله بحول الله وقوتي. غادي نعطيك شي وصفات زوينين وديريهم، وحطيت لك وصفات اللي عندك مناسبه العيد باش ما تخرجيش العطاره كلهم سادين وكلهم سادين. اذا غادي نحط لك على حسب الشيء اللي عندك في المنزل. اذا غادي تاخدي كاسرونه ديال الماء وتحطي فيها الصور صورتك وصورته، حطي تصاور ديال ولادك اذا كانت باش يتبطل هذاك الشيء اللي عندكم. هي دايره هو يكون عندك قبول، تحيدي بعد الصداع اللي عندك، وعاد الشيء الاخر من بعد العيد، وعاد ان شاء الله يكون خير. غادي ناخذ الخزامه والصور. هالصور درنا الصور، هذه تصويرتك وتصويرته، تصويرتك وتصويرتو، هما هادو غديرهم هنا، وديروا الخزامه وديري الحرمل والسانوج الى عندك. الى عندك حرمل ديري، عندك خزامه ديريها. خزامه هادو غادي تبخيهم فوق النار حتى ينشفوا، بقاي تبخيهم مع الصور حتى هذاك. ديري قليل من السكر، قليل من السكر. عندك شي بخور طيب ديريه، باش انه ولكن كتري الخزامه وكتري الحرمل اللي عندك، والسانوج والقرنفل، القرنفل والسانوج والحرمل والخزامه. كتبي هادشي اللي تنقول لك، الحرمل، السانوج، قرنفل، خزامه، قليل من السكر، والصور. نحطهم فوق النار ونتبخهم مزيان 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 حتى ينشفوا. نديرهم في شي قرعه ونزيد نضيف لهم عاشق ديال العسل ونخليها، ونقول يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع، امنع زوجي من الطلاق، امنع زوجي عن الطلاق، يا مانع 99 مره. حاولي تقيدي هادشي حيت انا ما عنديش وقت نعاود نكتب لك. الله يخليك كتبي
حطيت لك وصفة باش ما تخرجيش عند العطار، لأن العطارة سادين. يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع، امنع زوجي من الطلاق، اجمع بيني وبين زوجي في الحاجة الطيبة والزوينة. إذن هذه الوصفة سالينا منها، إذن هذه غادي نحطوها على بحسب، ما تقرايش على هذه يا مانع، تقراي هي تتبغ وانت تقراي في خاطرك، يا مانع يا مانع يا مانع امنع زوجي من الطلاق. هذه طبخناها، هنحطوها فوق النار، تبقى تبخ 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 تبخ، تغلى فوق النار حتى تقرب تنشف. من تقرب تنشف نضيف عليها قليل من العسل، وغادي يكون عندك واحد الحب والقوة وبينك وبينه، وغادي انتيا غادي تحسي براسك، هو غادي تباني ليه في شي شكل زوينه. الا كان هو تتحرشو خاصك انتيا تكوني ذكيه، ما خاصكش تطيحي في المشكل، ما نقولي لا مشيتي لا جيتي لا والو، خليه يطلع وينزل كيما يبغي، ما نقولي لا هادي لا ديك حتى يرجع لصوابه. ولا عندك ولاد معاه، ما نبخر بالخزامة اوراق الرند، اوراق الرند هو اوراق الرند هما اوراق الغار. تاخدي الخزامة والملحة، كاع الناس اللي عندهم صداع يديروا هاد القضية ديال الخزامة والملحة واوراق الرند، راه فعالين في زوينين الطاقة الإيجابية، وتيجيبو الطاقة الإيجابية، وتيجيبو واحد الحظ سعيد، وتخلي الألفة بينك وبين الزوج ديالك. إذا سالينا من هذه، غنعطيك الوصفة الأخيرة وهي جيدة، وحاولي تطبقي هذا الشيء. الحامض إلا كان عندك في المنزل، عندك حامضة ولا ليمونة، حامضة ولا ليمونة، جوج وصفات هذه، عقلي على الخزامة الملحة ورق الغار. هادو غادي ديريهم هاد الحرمل، وهذاك تكمليهم في هادي، هادي اللي هي الاولى غتبخيها مع الحرمل والصور، الحرمل والقرنفل وهذا والسانوج والخزامة، ومنين ينشفوا والصور، منين ينشفوا تضيفي اليهم قليل من العسل، وتخليهم في شي قنينه قرعه صغيره، وتخليهم تماك. هذا اذا غادي نديروا هذه الحامضه بحول الله وقوته، هذه الحامضه ها هي الحامضه مع الصور، الحامضه مع الصور، نحاولوا نخدموهم ان شاء الله بحول الله وقوته، نحاولوا نغرسوا هكا هذه الحامضه، نحاول نعصرها هكا، هاهو عصر داها هانت، شتو ناخد عود القرفة ونحاول نخشي باش نخشي فيها الصور والقرفة والعسل. تصويرتك وتصويرتو ياك، تصويرتك وتصويرتو والقرفة والسكر والعسل. وغادي نحط لك واحد القرايه ديالها، تقراي عليها وتقولي كاع اللي في خاطرك. هانت غادي نشدو السكر، السكر نغرسو السكر مزيان، وانتي تقولي يا فلان ولد فلانه بغيت محبتك تكون، بغيت محبه فلانه تكون في قلبك يا وديري القرفه، يا فلان ولد فلانة، يا فلان ولد فلانة، يا فلان ولد فلانة، يا فلان ولد فلانة، نقني يا ولد فلانة سبعة المرة، يا فلان ولد فلانة بغيت محبة فلانة تكون في قلبك، وما تشوفها غير زوينة ومقبولة عندك. انتي حاولي تكتبي هذا الشيء، مهم نحطها، نشوف نشد الصور ديال الصورة ديالو، ندهنها بالعسل، الصورة ديالو بلاتي نغسل يديا من هادشي، التصويرة ديالو ياك، غندير فيها القرفة والسكر، هاد تصويرتو وتصويرتك، هاد تصويرتو هاد تصويرتك، هو ديما لتحت غتلويها
واخا تكون صغيره لويها بحال هكا بحال هكا، وغادي نحطها وسط هاد الحامضه، ونضيف اليها شتوها هي خشيتها الوسط يا خوي، خشيتها الوسط. وانتي تقولي يا فلان ولد فلانه، يا فلان ولد فلانه، يا ولد فلان ولد فلانه، جعلت محبه فلانه في قلبك وما تشوفها غير زوينه في قلبك ديما. وهذا هانتوما تغرسات هذيك الصوره والقرفه والسكر. غادي نضيف العسل لهاد البلاصه، العسل والقرفه والسكر بحال هكا، غادي نلاصقهم. هيا شتيها هنحطها فشي تبصيل، ونقرا عليها يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود 99 مره، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. نحطها فشي بلاصه هذاك اللي الطبسيل اللي فيه العسل نحطها فيه، نحاول ندردرها هكا بالعسل هكا، ونخليها في العسل هكا، خليها وحده على فوق وحده هكا، فهمتي؟ ونقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود ود، اللهم اجعل الود بيني وبين فلان ولد فلانه، الله يجعل الود بيني وبين فلانه. الاولى يا مانع، تقرا يا مانع، الاولى يا مانع، والثانيه يا ودود، مانع انك تطفي تطيبي هذا الشيء، وبغيتي تمنعي بغيتيه من يتمنع من الطلاق ديالك باش ما يطلقكش، ويكون ويسمع كلامك، غادي ديري تصاور وديري القرنفل والحرمل والخزامة والحرمل والخزامة والسانوج، وتصاور وقليل من السكر، وتخليهم تا يتبخو وغادي تينشفوا شويه، وتضيفي عليهم عاشق ديال العسل. غادي ناخذوا الى خفنا من الصداع، انا عطيتك وصفه واخا طولتها على قبلك وماشي مشكل، واخا عييت الحمد لله والشكر لله. غادي ناخذ على حساب هذا، ولو هادشي تلقي راه ما غيفوسخ لك حتى حاجه، حيت عندك اسماء الله الحسنى، وعندك الدعاء، وعندك الحاجه الطيبه اللي هتحضر فيها ملائكه الرحمن اللي غادي يوقفوا معك. غادي نطلق الخزامه والملحه ورق الغار، هادشي كلشي عندك في الدار. الا ما كانتش عندك شي مكون حاولي ما ديريش، ديري اللي عندك. غادي ناخذ حامضه ونغرس فيها القرفه والسكر، ونوضع فيها التصاور ديالي وديالو، ونضيف عليها العسل والقرفه والسكر، وانا تنغرس ونخليها مده 7 ايام، ونحاول من غادي ما يبقى فيها والو، غادي نمشي نغرسها فشي بلاصه فيها الربيع، نحفر ليها ونغرسها ندفنها باش يبقى الحب ديالو في قلبك مدفون، باش ما غاديش يعاودي هذاك، ديما تبقاي تبغي ويبغيك. اذا خاص حاولي انك من تسالي منها مده 7 ايام، تغرسيها في شي بلاصه زوينه فيها النوار ولا الورد ولا شجره ولا شي جردان، نمشي شي جرده ونخشيها ما بين التراب ونخليها. كانوا تصاور باينين، نحيد التصاور وندير التصاور في شي خرقه بيضاء، ونحيد التصاور ونديرو فيهم نديرهم في خرقه بيضاء. بغيت نعاود هاد الوصفه، راه غادي نعاودها، اذا غادي تعاوديها 3 المرات، 7 المرات، 7 ايام، 7 ايام، 7 ايام، حتى يولي مزيان ويطوعك ويولي يبغيك. وهذا المهم يا مانع من الوقت اللي تكوني تبخي، نبخر باوراق الغار والملحه والخزامه، من بغي الحامض ندير ليه العسل والقرفه والصور، ونوضعها في شي بواطه، ونضيف اليها العسل ونخليها مع
تتكمل 7 أيام ونقرأ عليها يا ودود يا ودود يا ودود، ودني بحب فلان وتولانا يجعل أنه يحبني ويبغيني، قاع لي نفسك فيه، ونجمعها بابي ألمنيوم ونخليها في مكان يكون زوين، يكون زوين فيه الريحة فيه كل شيء، جيت الماكياج ديالك، جيت العسل، جيت أي حاجة تكون طيبة باش تبني لي زوينة. هذا هو جهدي عليك. الحمد لله والشكر لله اللي وفقني الله نحط لك هذه الوصفات، 3 الوصفات ووصفة أخرى باش تكوني مرضية الخاطر. اللهم اجبر بخاطرك ونسمع لك إن شاء الله كلام طيب وكلام خير إن شاء الله بحول الله وقوته. ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناة وفعلوا الجرس وتأبونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.